السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة في الكهرباء. نزولا عند رغبة أحد أصدقاء إخواني المشاهدين، طلب مني كيف يتم ربط بريز بمفتاح فايفيان. إخواني الكرام، متى الذي اثنان من هذه المفاتيح داخل أحد الغرف، وأريد زيادة أحد البريزات بجوار أحد المفاتيح، فهذه هي الطريقة. إليكم الشرح إخواني المشاهدين. أولا، نقوم بفصل التيار الكهربائي من الديجنكتور قبل بدء أي عمل، ثم نشرع في عملنا بكل سهولة. أولا، نأخذ قطعة باللون الأحمر وهي عبارة عن سلك خاص بالفاز، ونقوم بإدخاله في البورن الخاص في الديجنكتور. ثم نقوم بأخذ قطعة ثانية إما من المفتاح مباشرة إلى البريز، ونقوم بتغذية البريز، أو نقوم بأخذ قطعة مباشرة إلى الديجنكتور. أنا سأقوم بتمريره مباشرة إلى الديجنكتور، وهذا أحسن. سأقوم باستبدال المكانين هكذا، ثم نقوم بتثبيت السلك الحار بالديجنكتور، ثم نقوم بتوصيله مباشرة إلى البريز في هذا البورت الخاص به هكذا. ننتقل الآن إخواني الكرام إلى أخذ قطعة باللون الأزرق، ثم نقوم بتغذية البريز كذلك بالنتر، ويستحسن أن يكون السلك من نوع ديسانك إخواني الكرام 2.5. ثم نأتي بالنتر الخاص بالمصباح التي سنقوم بتطبيق الفايفيان عليه، وقمت بتثبيت هذه الدوية من قبل هكذا. ثم نقوم بتثبيتهم في هذا البورت، أو أقوم بمشاركة النتر مع النتر في البريز إخواني الكرام. يعني كل الطرق جيدة. ثم نأتي لمشاركة الفايفيان إخواني المشاهدين عن طريق هذه القطعتان هكذا، وهما النافيت. هكذا، ونقوم بمشاركتها مع المفتاح الثاني هكذا إخواني الكرام. أتمنى أن تكون الصورة واضحة بشكل جيد. إذا انتهينا من توصيل المفتاحين مع بعضهما البعض عن طريق نافيت بهذه الكيفية. بقي لي الروتور الخاص بالمصباح، سنقوم بتمريره مباشرة إلى البورن في وسط المفتاح هكذا، ثم نقوم بتثبيته. إذن هذا هو الشكل قبل النهائي. وللتذكير، قمت بوضع يعني شرح خاص عن تثبيت مفتاحين فايفيان بمفردهما. سنقوم الآن بأخذ قطعة من السلك الأرضي أو لاتير، ونقوم بتوصيل البريز هكذا إخواني الكرام. إذا هذا هو الشكل النهائي. سنقوم بمراجعة بسيطة. لاحظوا، قمت بتوصيل الفاز في مكانه، وكذلك إلى البريز في مكانه، وكذلك قمت بتغذية البريز بالنيوتر، وكذلك أخذت قطعة خاصة بالمصباح من النتر في الجنكتور، والروتور في مكانه في الوسط. نقوم الآن بعمل تيست إخواني الكرام، هل كل شيء يعمل بشكل جيد؟ إذا نبدأ على بركة الله. إذا الطريقة فعالة إخواني الكرام، شاهدوك الكل يعمل بشكل جيد. سنقوم بتغيير هذا المصباح لأنه مصباح ليد ويقوم بتشويش الصورة. إذا الريزيستونس يعمل بشكل جيد إخواني الكرام مع الكاميرا. نقوم الآن إخواني الكرام بتجربة البريز كذلك. نقوم بأخذ هذه القطعة، ثم نقوم بتركيب المصباح. إذا كل شيء يعمل إخواني الكرام. وأتمنى إخواني الكرام إن أعجبكم هذا الفيديو، فلا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك، وكذلك مشاركة الفيديو مع الأصدقاء وترك تعليقاتكم. والسلام عليكم.